بالمسرح الكبير ابن مسيك بالدار البيضاء جرى تقديم العرض المسرحي الجديد عطاي العزارة للمخرج سامي سعد الله. هذا العرض المسرحي الذي قدمته فرقة المحترف الذهبي للفنون الدرامية جمع ثلة من نجوم المسرح المغربي. هذه المسرحية هي من تأليف الأستاذ القادر سعد الله عبد المجيد. هذه المسرحية فيها واحد المضموع اجتماعي نفسي سيكولوجي وديما احنا كشباب خصنا نرجعوا الموروث الثقافي المغربي ديالنا. المسرحيه كتناول اساطير مغربيه بطريقه دراميه مكتوبه بطريقه رائعه جدا. العرض المسرحي يستمد عناصره الدراميه من الاساطير الشعبيه التي توارثها الاجيال حول حياه بوشعيب الرداد ولا العيشه البحريه، والتي لا تزال مرتبطه بشكل وثيق بمنطقه ازمور.